نموت، حلب طائر الفينيق الذي لا يموت ويخرج من الرماد. نحن اليوم نقدم للعالم رسالة حضارية على أعلى مستوى، رسالة فنية. الفن مرآة الشعوب، ونحن نقدم صورة جميلة عن شعبنا وعن حضارتنا وعن إنساننا وعن فكرنا. نحن اللي راح يشوفوه اليوم هو نحن حلب الثقافة، حلب الحضارة، حلب التاريخ، حلب 12500 سنة قبل الميلاد، حلب الموسيقى اللي ولدت فيها 3500 قبل الميلاد، حلب أول آلة موسيقية في العالم اكتشفت 3200 قبل الميلاد، آلة الهارب. حلب شو ما حكينا عنها قليل، هي حلب. حلب اليوم أكيد يعني عانت كتير بالأزمة اللي كنا عايشينها، بس ولكن سوريا أكيد بقيادة بشعبة إن شاء الله ستظل وستبقى، وإن شاء الله ربنا معنا. لهي الاحتفالية يعني فيها كم، فيها ضخامة كونه مشارك الفرقة الأوركسترا الوطنية والفرقة العربية السورية، فكان في خليط يعني في عازفين من دمشق وعازفين من حلب وعازفين من شتى المحافظات. طبعا بمناسبة عزيزة علينا هي عيد الجذع. أكثر شيء حابه إنه نحن عم نشتغل مع زملائنا من حلب، أستاذ عبد الحليم وباقي الأساتذة، ونقدم شيء يعني ولو كان بسيط عن تراث حلب العظيم المشهور.